يا حمود رح طق هيدي الشر عن قلبك. مشان الله مشان الله احكي مع ابي قولي له ما بدي اتجوز ادهبك. مشان الله يا عمتي. والله ما بعرف شو بدي اعمل، اتربطت ايدي بعد ما شفتك بهالحاله. والله يا عمتي انا لو ما ابي ضغط علي امبارح ما كنت اتحركت خطوه برات البيت. الله وكيلك. هديك المره هربتي واجيت لعند ابوكي وسامحك وعدتي انه ما تعيديها، ليش هالمره عدتيها؟ ليش؟ لانه ما فيني اعيش العيشه اللي عايشتها مع ياسين، ولا فيني اترك اخواتي مع هالظالمه. ليش شو عم تعمل كمان هي؟ اختي فاديه ما عم تنطق ولا حرف. يو ليش شو صاير لها؟ من شو؟ من كتر ما خالتي عم تضربها يا عمتي، الصبح بتصبحها بقتله والمسا بتمسيها بقتله. الله لا يوفقها، بيكسر ايديها يا حق. ان شاء الله حاج تبكي، والله قطعتي لي قلبي. انا متضايقه عليك يا ماما، متضايقه عليك يا ماما. ما تتضايق انا منيحه. لك كيف منيحه يا بنتي كيف؟ وهو بده يتزوج عليك ويمكن بكره يطلقك. طلقني ويا ريته طلقني من زمان. لك يا بنتي انتي الحق عليكي، انتي شو عرفك انه رح يطلقك؟ اه شو عرفك؟ أدهم تجوز قبلي 10 مسلمين، كل وحدة كانت من عيلة كبيرة. بدك أنام